مرحبا بكم درس جديد من كتاب نشاط للثالث ابتدائي English for the Rock Third Primary Activity Book Page 32 and Page 33 and Page 34 من Unit 2 Lesson 3 من الوحدة الثانية الدرس الثالث. إن مجموعة من التمارين هذا اليوم حنحلهن سوية. قبل أن نحل التمارين أرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات وزر اللايك لدعم القناة. عندنا أول تمرين اليوم هو Spell and Write، اتهجأ واكتب الكلمات. عندنا كلمات الحروف مالتها مخربطة، يريد من عندنا نرتبها ونعيد كتابتها بالطريقة الصحيحة. قبل لا نكتب الكلمات نقدر نتدرب على الحروف الموجودة بالتنقيط حتى تأخذ إيدنا على الحروف مرة أخيرة. طبعا احنا ما أخذهم سابقا متدربين عليهم، لكن شنو حتى نستفاد أكثر وتتدرب إيدينا نعيدهن مرة أخرى. مثل ما تشوفون عدد كتابة الحروف، خلينا الصورة هنا اللي هي هالشي نسميها كوين. كوين شلون تنكتب الكوين؟ هاي اريدك انت ترتب الحروف. طبعا انا حليتها حتى اختصر الوقت وما يكون فيديو طويل. بهذه الطريقة تكتب، انت حاول تكتبها بدون ما تنظر وبعدين تأكد من جابتك بالحل اللي انا كاتبه. اللي بعد عندنا هذا شو نسميه؟ الجرد، نسميه رات. هذا مو ماوس، هذا نسميه رات، جرد. طبعا ندرب ايضا على الحروف قبل لا نكتبهن. ت والطر والآ، شلون راح يكتب رات؟ ايضا انت حل بعدين تأكد من اجابتك. انا حللكم هنا بالاسفل، الرو آ را وت رات. اللي بعده سنيك، ثعبان. ايضا الحروف هنايا نتدرب عليهن. راح نعيد كتابة الكلمة سنيك، سنيك ثعبان. اللي بعد عندنا هذا نسميه تايجر، ايضا راح ندرب على الحروف قبل لا نعيد كتابتها بالاسفل. نعم راح نعيد كتابتها بالاسفل، تي و اي تاي جي تايج و ال اور تايجر، تايجر. هاي مع خص صفحة 32. صفحة 33 عندنا spell and write، نفس طريقة حل التمرين هذا، لكن الكلمات راح تكون هنا عندنا مختلفة. طبعا هاي الكلمات احنا كلها ماخذيها بالسابق وايضا حليها من تكلمنا عن الحروف ومن حلينا الحروف ومن تعلمنا طريقة كتابة الحروف. هاي شو نسميها؟ umbrella. umbrella اللي هي شمسية او مظلة. راح ندرب على الحروف ب وال والال والآ والام والال والآ والأر. راح نعيد كتابتها أم بيرولا، أم بيرولا اللي هي المظلة أو الشمسية. اللي بعدها شو نسمي هاي العربة؟ نسميها فان، فان. راح نتدرب على الحروف فان، شلون تنكتب فان؟ V و A V و N فان. واللي بعدها شو نسميها؟ النافذة، نسميها ويندو، ويندو. شلون تنكتب الويندو؟ درب على الحروف O و ويندو، ويندو. اللي بعد عندنا الأشعة، شو نسميها؟ X ray، اكس ray. شلون تكتب؟ اكس ray، اكس ray اللي هي اشعة. بهذه الطريقة تكتب. عندنا صفحة 34، 34
سبيل اند رايت. ايضا عندنا اخر حرفين اللي هو اليو والزد. عندك هذا شو نسميه احنا؟ يويو. يويو طبعا اهم شيء عندكم هنا شلون تكتب الحروف على الخطوط بين الاثنين. عندنا مثل ما تشوفون حروف نزلت جوا الخط، حروف صعدت فوق الخط، وحروف بوسط هذا الخطين. الحروف اللي تنزل لنا خمسة، الواي والجي والجي البي والكو والجي، لأن كلهم ثلاث جناجل لأن تقريبا عندك الواي والجي أو الجي، عندك البي وعندك الكيو وعندك الجي، بين الخمس حروف فقط اللي هي تنزل أسفل الخط. الباقيات إما يكون أن يأخذن أول ثلاث خطوط أو يأخذن الخطين الوسطيات. عندك spell and write، اتهجأ واكتب. عندك هذا شو نسميه؟ يويو. راح ندرب على الكلمات أو على الحروف. شو نكتب؟ يو يو، شارحة وسطية بيناتهم. آخر شيء عندك هذا نسميه زيبرا. زيبرا اللي هو الحمار الوحشي. راح ندرب على الحروف أيضا ونكتب الكلمة بعدها. إيش ما راح نكتبها؟ زيبرا. زيبرا اللي هي الحمار الوحشي. بهذه الطريقة تكتب. هذا كل ما عدنا بخصوص حروف. هناك نكمل الحروف. عندك تمرين أخير اللي هو find four words and spell، اعثر على أربع كلمات وتهجاهن. اعثر على أربع كلمات وتهجاهن. طبعا راح تعيد كتابتهن هنا بالخط الأسفل. عندك مجموعة من الحروف اللي هو P S G N A T K M K H O E. ذن الحروف راح تكون من عندهن مجموعة من الكلمات. انت حاول دور كلمات من عندهم. بعد ما طلع الكلمات تشيك ويا الاجابات اللي انا كاتبها. انا اللي مطلع الكلمات كات، سنيك، كيك، واخر كلمة اللي هي نت، شبكة. هذا كل ما عدنا لهذا اليوم. اتمنى تكون استفادتوا من هذا الدرس. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس التنبيهات، وضغط زر اللايك دعم القناة. الى اللقاء في درس اخر.